قصيدة مهداه من الشاعر يحيى بن فالح آل السريحة الأحمري لرجل الأعمال الشيخ حسن بن معجب آل حويزي، أداء صوت الجنوب سالم الشهراني. يا قلم الحد زمانا على أقصى وارخى على الضلع القصير مناشر ما كل من قالوا نعم في المحيا يقول من حده زمانه على قصاه وارخى على الضلع القصير مناشير ما كل من قالوا نعم في ما حياه تقالنا من غيبتها المقادير وكم شيخ مال فاخر البشت يزهى راعي ذبش من قبل حمر الدلالير وكم شيخ قام كبو والمعطي يعطاه ويعد الأول يوم يعد المناعير شر والحوز طاب فلاه ومجناه حسن ولا غيره زبون المخاسير الشيخ الولد شيخ طوقه مخلاه من روس ناهز يوم زوع الطوابير والمرجلة عبد تحت حكم يمناه جاته من الوهاب مزن مزابير يقلط على ذو المراجل بمركاه ودلال فكره للتقدم مباهير شبحه بعيد وحقق الله لهمناه وطور خميس بشيط بالفعل تطوير الدار قبل الشيخ جرداه ومضماه واصبح بلدنا من مزوناه نواوير هالجهد واضح والمداين مبناه للتقنية والسس مدينه وتعمير والبرج في قلب البلد يوم علاه زاحم طيور الجو لا جات بالطير وعلى العلم والتعليم هلت رفاياه اروى مطرها طالب العلم بالخير اهل التفوق جايزتهم مبداه تشجيع للطالب وشكرا وتقدير مشروع تأسيس المدارس تبناه ثم سلم المشروع من دون تأخير وللحج حمله دونها ما لها بناه تيس